السلام عليكم اعزائي المتابعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم، شخباركم شعلوبكم؟ ان شاء الله طيبين. وياكم سيد على وهاري في الحلقه السادسه من برنامج دلع كرشك. وكعادتنا قبل ما ندش ياكم في الحلقه وفي تفاصيلها، تفاعلكم الكبير يعطينا دفعه معنويه كبيره ونشتغل اليكم ونقدم لكم برامج مميزه. فاذا وصلت اياي لهني توقف الحلقه وتنزل تضرب لايك وسبسكرايب للقناة، فعل جرس التنبيهات حق يوصل كل جديد من عندنا، ولا تنسى تضيفنا على حساب الانستغرام، وعقب هذا كله تسوي شير إلى هذه الحلقة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا جروبات الواتساب. خلصت كل هذا؟ يلا بينا. يا هلا فيكم، خلصتون كل شيء؟ خلونا ندخل ياكم. وجبتنا اليوم وجبة مميزة، كل بيت بحريني يطلب هذه الوجبة عنده في البيت. وجبتنا راح تكون مشويات مشكلة لشخص واحد. خلونا نشوف كنو راح يجي في هذا الاوردر ومن هو افضل. اختيارنا اليوم الى مطعم دكتور هاوس، والمطعم الثاني اللي راح ينافسه بالشدة مطعم البارون. خلونا نتصل ونطلب الاوردر وياكم، يلا بينا. وراح نبدأ وياكم الحين نطلب من مطعم البارون مشكل مشويات لشخص واحد. السلام ورحمة الله. حياك الله يا غالي. الغالي عندكم توصيل؟ فيها مخاطرة شوية. توصيل فيها مخاطرة؟ شلون يعني؟ مش عايز اخسرك ولا تخسر، لأنه ممكن الدرايفر اللي انا بطلبه يتأخر. يتأخر كم يعني؟ ناس ما شفتون سالفة المواصلات، كل مطعم المفروض يوفرها بسهولة على الأقل المناطق القريبة. ما يصير انه يقول لي الأوردر مالك احتمال يتأخر أكثر من نص ساعة وغيره. هذه سلبية كبيرة في كل المطاعم. قاعدين الحين من الحلقة الأولى إلى الحلقة السادسة قاعدين نعاني، خصوصا أن معظم المطاعم هي قريبة منا كلها على شارع البداية. فخلونا الحين نتناقش ونشوف وين نروح. يا الخيار الثاني شوف وياكم. أرباب ويش الحين قالوا؟ يلا الأرباب قال لنا الوالي، وخلونا الحين نشوف الوالي. بس قبل ما نروح للوالي خلونا نشوف وياكم مطعم دكتور هاوس ونطلب منه أول ونروح للوالي. ألو السلام عليكم. دكتور هاوس الغالي، حبيت أطلب واحد مشكل مشاوي لشخص واحد، كم بياخذ لي الأوردر؟ نص ساعة. نص ساعة إن شاء الله. وطبعا عزائي بعد التشاور ويا وعليكم ان تشاورنا يا السيد. وبعد المشاورات مصر عليها جدا، بنرجع ان شاء الله الى مطعم البارون. خلونا نطلب منه. مرحبا معلم. يا هلا، بغيت اسوي اوردر واحد مشكل مشاوي لشخص واحد. وناس ما شفتون حبايبي، خلونا الحين نشوف انستغرام المطعمين ونقارن بينهم ونشوفهم. يلا خلونا في البداية حين نبحث عن مطعم دكتور هاوس. طبعا الناس ما عودناكم، أول شي نبحث باللغة العربية ونشوف المطعم يطلع يانا أو لا. دكتور هاوس، مطعم هاوس مثلا، ما قاعد يطلع. خلونا حين نشوفه باللغة الإنجليزية. أكو، لازم تبحث عنه باللغة الإنجليزية عشان يبين لك، وهذه أحد سلبيات المطعم. طبعا نفس ما تشوفون المطعم اللوجو ماله موجود، طبعا قاعد يحط ستوري. ناخذ جوله على المطعم، في تصاميم وبعض الاسعار الى الوجبات، صور الى مشاهير معلنين عندهم. خلونا نشوف الهايلايت. المنيو موجود، خلونا ندخل عليه. موجود كل وجبه بروحها بالصوره مالتها والسعر الموجود فيها. نقطه ممتازه وجيده. خلونا ننزل ونشوف التصاميم المطعم نفسها للوجبات مالها. فمثلا خلونا ندخل هني، تشيكن شاورما. في نقطة بعد بسيطة، يحتاجون إضافة يعني اللغة العربية. صح ان حاليا الشعب البحريني ما تشيكن وما ادري شنو، بس انت في النهاية عندك شريحة كبيرة قاعد تتعامل وياك باللغة العربية. حتى لو انا اعرف انجليزي ما لي داعي ان اقعد اقرا الوجبه بالاسم الانجليزي، تقدر تسويها صورتين، صوره باللغه العربيه وصوره باللغه الانجليزيه وخلاص، او ان الاسمين تحت بعض، مثلا اللغه الانجليزيه اللغه العربيه وخلاص. طبعا السعر لو خليته باللغه الانجليزيه الكل يفهم عليه، بس اسم الوجبه مهم انه يتاح باللغه العربيه. خلونا مثلا ندخل هني، طالع هني مثلا نسوي عرض ب 9 دينار، هذا من شهر 3.
وكاتب المحتويات العرض باللغة العربية، فهذا شيء مهم. أنا ما يحتاج أقعد أقرأ بالإنجليزي وعور راسي ما إلى ذلك. أخلي أيوة واحدة عربي والثانية إنجليزي أو العكس يعني. طبعاً الأرباب نبهني بشغلة، هذه الشغلة يسوونها البنوك في الإنستغرام مالهم، يحط لك البيج الأول للصورة باللغة العربية مثلاً أوقات عمل الفروع، وتقلب الصفحة إلى الصفحة الثانية وتشوفها بجميع المعلومات باللغة الإنجليزية. فهذه يعني مهمة دا يسويها المطعم، واجب تكون خوش بيرفكت. الأرباب كلمات يا الله يا الله. طبعاً الإنستغرام يحتاج شوي أكتب زيادة، الصور الموجودة كلها مو صور حقيقية كلش إلى الطلبات أو إلى الوجبات مالهم، فيحتاجون شوي يخلون صور إلى الوجبات مالهم تكون حقيقية أكثر بعيداً عن التصميم. يحتاجون ينزلون بكثرة في الإنستغرام مالهم الصور، وحتى إلى الزبائن اللي يجونهم يعني. مجملاً الحساب جيد، في تناسق نوعاً ما بين ألوان اللوجو وألوان والألوان المستخدمة في الحساب، اللون الأسود والذهبي أو الذهبي. نعم يحتاجون بعض التنسيق، مثلا إذا تشوفون ياي هذه صورة البرجر هنا مثلا، لو كان حاط لها قالب معين عليها شعار المطعم تكون واجد أفضل. أصلا الصورة مكسوسة وحالتها حالة يعني، هذا الظاهر اللي حاطينها توا يتعلم على الانستغرام وشيء. عموما تقييم الانستغرام جيد، يحتاج الى تفعيل اكثر، استخدام قالبات الى الصور مالهم، وزائدا الى ان يستخدمون اللغة العربية في اسماء الوجبات مثل ما ذكرنا في النقطة الاولى. خلونا الحين ننتقل ياكم الى مطعم البارون، ونبحث الحين عن مطعم البارون طبعا باللغة العربية نفس ما قاعدين تشوفون. اكو اول خيار طلع لنا، خلونا ندخل عليه ونشوف اللوجو ماله بالاسود والابيض، وناخذ جولة سريعة على الحساب. ممتاز، حساب جيد، منزل بكثرة. المطعم فيه ديزاينات قبل الناس ما تشوفون، قاعد ينزل صورة وبعدين منيو وبعدين صورة، وما استمر فيها، وبعدين جل في الحساب انه صارت خربطة. كما هو واضح يامنا ما عنده هايلايت، المنيو مو موجود، فبضطر اني انزل واقعد ادور المنيو صورة صورة، وماخذ ما بينزل لي كل المنيو في صورة واحدة. فنفس ما قاعدين تشوفون هني جديدنا اليوم، لازم ادش صورة صورة واشوف وش عنده اليوم، او ان انزل الى هني المنيو عنده كباب وصل بدون الاسعار حاطنهم. فهذه نقطة سلبية كبيرة كلش، شغل بداية يعني مع احترامي اليهم، يحتاجون شوي تنسيق وتطبيق. بس ما خبرناكم، بنعطيكم هني رقم كاميرا اكشن، تواصلوا وياهم وقولوا لهم من طرف دلع كرشك بيعطونكم سعر ممتاز. مجملا حساب البارون يحتاج شغل تعديل بشكل عام، الهايلايت لازم يكون موجود عنده، بالإضافة أن تنسيق الحساب. أتمنى هذه الرسالة توصل لأصحاب المطعم ويهتمون بهذه النقطة، زائدا نقطة التوصيل لأن هي نفس المشكلة كانت عليه. خلونا الحين ننتظر الأوردر، الوضع شوي جوع ومتحمسين حق نشوف شنو راح يجينا في المكسيكري. والأوردر الثاني أكو الحين وصل، أخذ له تقريبا ساعة وثلث، قال لنا نص ساعة، فزيادة تقريبا 40 دقيقة على الوقت المحدد. هذا البارون وهذا المطعم الثاني. دكتور هاوس وصلونا، بس ما نشوف الباكجينج هذا مال البارون، والله تشيز حلو مالهم وعليه شعار ومحطوط بس الاوردر بدون رصيد يعني كتابه مانيوال. خلونا نستعرض وياكم نشوف شنو فيه. نشوف هذا عنده التشيز، بس ما تشوفون خبز، خبز ساخن ظاهرهم قاعدين يسوونه، 4 خبز. خلونا ندخله نشوف الباقي موجود وياه. صحن المشاوي، نفتح اياكم صحن المشاوي. الله الله، هرفي هرفي صراحه هرفي. شوف وياكم طبعا الناس ما تشوفون تشيس عادي الموجود، موجود 2 خبز هني. نشوف هذاك ما له شغل، وهذا التشيس. خلونا نشيل عفسه، ولا كلينس ولا قفشه ولا شيء. 2 الخبز موجود، يا خبز اللي هو خباز كم قرص، 2 قراص زائدا هذه الكميه الموجوده، 2 كباب لحم، 1 كباب دجاج، التكة دجاج وتكة لحم. هذا بالنسبة إلى دكتور هاوس. خلنا نستعرض إياكم الفرق بينه وبين ثاني. خلونا نستعرض إياكم في الآلو، في واحدة ريش، في بالإضافة هولا من بعد له كباب دجاج، كباب لحم، التكة اللحم، بالإضافة إلى شيش طاووق أو التكة دجاج. هني زيادة في عندك اللي هو الريش لحم موجودة وياه، عندك الآلو
الفلفل البارد، البصل، شحم، السلطة، ليمون. الأمانة يعني كمية أكل، صحيح الفرق بينهم 400 فلس، هذا بثلاثة دينار وهذا بدينارين 625 فلس، لكن للأمانة البارون كمية فيه أكثر وهرفة يعني لشخص واحد. خلونا الحين نذوق إياكم شوفوا الطعم. الأولى كباب لحم نجربه، لا تشوفون ويانا الأمانة متينة يعني الكباب لحم مالته شكلها طيب. بسم الله تمام الأمانة، كباب لحم واجد تمام ماله. أرفع القبعة حق الكباب لحم لحد الحين، بس الكباب لحم. نذوق ياكم الكباب دجاج. انا مو واجد ارغب الى الكباب دجاج، لكن هني تمام. نروح ياكم الحين حق التكة دجاج. لا بأس بها، مو الواو، جيدة تحت الجيدة بشوي. نشوف وياكم الحين الكباب لحم او التكة الكباب. التكة الكباب شلون؟ التكة لحم. زينة بس ما تعلوش واجد، مو خشنة واجد. مطعم دكتور هاوس الكباب لحم للأمانة واجد ممتاز، كباب دجاج ممتاز، التكة دجاج ما أنصح بها، التكة لحم جيدة تنأكل يعني تكون مكملة إلى الوجبة. خلونا ننتقل الحين إلى مطعم البارون ونشوف وياكم. نبدي وياكم أول شيء، والله هرفي هرفي واجد هرفي من زودة تشيل وتحط. خلونا ناخذ الحين الكباب الدجاج نبدبه، دا تشوفونها وياي يبين عليه كله بهارات، دا تشوفون حتى ايدي يعني تتلعوزت بهارات، فيها دهن واجد. بسم الله كباب واجد واجد بهارات، ما عجبني واجد. خلنا نستعرض وياكم الكباب اللحم بس ما تشوفون وياي ندهنه طبعا. بسم الله جيد، ما يرتقي الى الممتاز ولكن مقبول يعني، اما الكباب دجاج ابدا. نشوف وياكم الحين التكه دجاج، اذا تشوفوا ايامنا شلون صايره. الاحظ هنا عندهم في بهارات الدجاج صايره ازيد اكثر من هنا فتكون طاغيه. بسم الله تكه دجاج جيده، فيها جفاف شوي لكن يعني لان عصرنا عليها الليمون فصارت هي البهارات مزيج زين، فيها جفاف شوي ولكن بشكل عام ممتازه يعني تنأكل وشي لطيف. ننتقل ياكم الحين حق التكه لحم، نشوف بهاراتها واجد الامانه واجد بهارات. بسم الله خشنه هلا بتشير. A few inches later. التكة لحم كطعم جيدة لكن واجد خشنة يعني مقارنة بين مطعم دكتور هاوس فيها خشونة. خلونا الحين نشوف أهم شيء، أنا واجد عجبني وتفاجأت إنه قاعد يقدم لريش لحم وياه في مشويات مشكلة لشخص واحد، فهذه نقطة إيجابية جدا. الأمانة ممتاز، الشكل اللي تحت صاير في اللحم لين وتبهيرتها لا يعلى عليها، بس من فوق هني الأمانة واجد خشنة لكن يعني كتبهيرة واجد جيد. الحين نجي حق الآلو في الصحنين، نفس ما تشوفون يانا عند دكتور هاوس الآلو ماله واجد طويلة ومتينة كبيرة يعني واجد دفشة وتحسها جافة وقت اللي تاكلها، يعني مو افضل خيار، بس ما قلت لكم جافة. بينما هني اذا تلاحظون تشوف شلون الآلو ماله صغير وصاير عليه بهارات المشويات وماخذ من حرارتها وطعمها فجدا لذيذ صاير. خلونا الحين نذوق الخبز مال دكتور هاوس، الخبز مال دبي. طبعا تجيب اللي
لقمة كذي، أعطيها بصلة ورشة الليمون رشيناها سابقا، وبألف صحة وهنا. حبيت الكباب ماله، واجد ممتاز، مو طبيعي، قريب إلى اللحم أو الكباب العراقي، في شوي من طعمه في قرب منه. لحمته نفسها خفيفة، كبابكم يا دكتور هاوس اللحم لا يعلى عليه، أرفع عليكم القبعة صراحة، ممتاز جدا جدا جدا. الخبز تحتاجون تغيرونه، اللي هو الخبز الخباز، يمكن في ناس ترغب ليه، لكن يوصل للزبون دائما انه جاف ويابس، خبركم يمكن مخبوز من قبل او شيء، فما يوصلك صاخن. خلونا نشوف الحين خبز بارون، الأمانة يعني الشكل ماله نفس ما قاعدين تشوفون ياي يشهي، يبين انهم مسوينه لانه خبز صاخن يجي، فيعطيك لذة انك تاكل. نعطيها كبابة لحم مع هالوة، وين تحصل البصل هني؟ غولة غولة الله وكيله، تعطيها واحدة بصلة وبالعافية. وصلنا وياكم اعزائي المتابعين في افضل فقرة عندنا، فقرة شنو؟ التقييم. يلا بينا نبدأ ويا تجربة المستخدم. تجربة المستخدم الاثنين راح ينقصون يانا للأمانة على الانستغرام مالهم، ولازم يفعلونه زيادة. بالنسبة إلى مطعم البارون يحتاج إنه يعدل في المواصلات ماله، لازم يكون عنده ديليفري، وهذا الشيء راح ينقصه زيادة. الاهتمام بالتوصيل جدا مهم. دكتور هاوس راح ياخذ يانا في تجربة المستخدم 3 نقاط، أما البارون راح ياخذ يانا 2.5 نقطة. أما أحبائي في نقطة التوصيل، الاثنين للأمانة تأخروا واجد. مطعم دكتور هاوس قال لنا أنه راح يجيبه في خلال 1/2 ساعة وجابه في 1.75 ساعة، أما في مطعم البارون تأخر بعد قرابة 1 ساعة وشيء. فللأمانة اثنينهم راح ينقصون، الخردة موجودة عندهم اثنينهم، وطرق الدفع عندهم اثنين. البارون راح ياخذ ويانا 3 نقاط من 5، أما دكتور هاوس راح ياخذ ويانا 3 نقاط من 5. النقطة الثالثة وهي نقطة الخدمة، وش يجي ويا الأوردر؟ نفس ما شفنا مطعم البارون تشيس مال الباكجينج ماله طيب وحليو، في اللي هو الباكج مال الأوردر نفسه زيادة عليه تشيس الخبز. بالنسبة إلى مطعم دكتور هاوس جاء باكج الأوردر فقط لا غير، الخبز صاير داخل فوق المشويات. راح ياخذ ويانا في الخدمة، المطعمين طبعا راح ينقصون بسبة ما في لا كلينس أو قفشات أو يعني أي حاجات جانبية موجودة من ضمن الأوردر. دكتور هاوس راح ياخذ ويانا 5 درجات من 10، أما مطعم البارون راح ياخذ ويانا 7 درجات من 10. ونجي وياكم حق النقطة المهمة وهي الطعم، أهم نقطة في التقييم ولازم تكون دقيقة جدا، راح تكون من 30. بالنسبة إلى دكتور هاوس كان عنده صيخين لحم، 1 دجاج، كباب دجاج، كباب لحم. عشان نعطيكم بالمختصر المفيد، جميع الأشياء ينأكلون عدد تكة دجاج. راح ياخذ ويانا سبة كباب لحم راح يزيد تقييمه جدا، راح ياخذ ويانا 23 من 30. نفس ما قاعدين تشوفون مطعم البارون البارسل ماله كلش ممتاز، في طماطة، بصل مقلي، مشوي، ما ادري شنو، غولة الطلب، غولة في اشياء واجد، ولكن الطعم مش ولا بد. الكباب لحم لك عليه شوي، الكباب دجاج سيء لأبعد درجة، افضل ما فيه لريش اللحم كانت جدا جيدة وممتازة، راح ياخذ ويانا 22 نقطة من 30. وصلنا وياكم أعزائي للختام، وسؤال الحلقة يقول: هل جربت هذه المطعمين؟ وإذا جربتهم أي مطعم فيهم أفضل؟ وشنو الوجبة المفضلة عندك في كل مطعم؟ تحياتي لكم وفي أمان الله. 3, 2, 1 بعدها هذه مبالها بعد حق لقطتك الخرافية. لا تيست مايك 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 عشان هذا يا سيدي انت تكون سامع سامع، لكن واجد خشمه. بسم الله ما تنقرض. طور كذي سلو موشن السريع قطعه الخبز. لا 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 عدا الكباب عدا